السلام عليكم، مغبور. لو انتوا قلتكم انا اياد وليد، فاوندر اوف تيدكس. النهارده هتكلم عن مشروع عملته، مش عارف الجد موجوده ولا لا، بس ان شاء الله ما اروحكم. قبل ما اتكلم عن المشروع ده، هو اصلا عموما اسمه اتش بي تي سوفت وير، والمبدأ اسمه سوفت وير، طب ايه علاقته بالعلاج الطبيعي؟ انا يعني لو في ناس كتير عندنا يعني هتلاحظوا، في ناس دخلت ذات داخلين سنه اولى عليك، بيقولوا يعني انا كان نفسي ادخل طب، انا كان نفسي ادخل حاجه عاليه شويه، بعد كده اللي بيتعود مع الكليه واللي بيحبها بعد كده. انا برضو كنت كده يعني، بس انا ما كنتش عايز ادخل طب، انا كنت عايز ادخل هندسه او حاجه ليها دعوه بالتكنولوجيا اصلا. انا اللي عرفني من زمان، انا من وانا صغير وانا ماسك كمبيوتر في ايديا. ممكن تقول ان انا بدات اول كورس في حياتي كان سنه ثالثه ابتدائي، كتبت اول كود، كنت بعمل ويب سايتس على خفيف كده. فالموضوع يعني بالنسبه لحبه كان الموضوع حلو جدا، واللي فعلا بيحبه هيستمتع بيه جدا. قعدت بعد كده، بعد ما ادوني حتى في البيت لما لقوني بحب الكمبيوتر اديني اول كورس، بقيت انا اطلب الكورسات دي، بقيت اطور نفسي كل شويه، لدرجه لقيت حد من قرايبي، انا مش عارف تقريبا عيلتي تقريبا بتحب التكنولوجيا، كان عامل لعبه هو ووظيفته وباعها. من ساعتها الموضوع جه في دماغي وقلت لا انا لازم اعمل لعبه برضه. قعدت فتره واحده، كنت انا ساعتها في اولى اعدادي، كنتش برضه في الانجليزي ما كنتش احسن حاجه، فقعدت دورت على كتب، مسكت الكتب دي، كنت بتفرج على صور واطبقها، عملت اول لعبه فعلا وكنت في قمه السعاده. الموضوع تطور معايا بعد كده، بدأت تطور اكتر، وبالمناسبه يعني مجال تطوير الالعاب ده داخل في حاجات كتيره جدا، وعشان تعمله لازم تكون عارف حاجات كتيره جدا، منها ان تعرف في الكودينج، تعرف الجرافيك ديزاين، تعرف الساوند ديزاين، تعرف ازاي تحكي قصه، تعرف ازاي تخلي الواحد يشعر باللعبه او الفيل اللي انت مقدمه. فالموضوع اداني خبرات كتير، وبرضه الواحد في سن صغير، فالموضوع كان بالنسبه له حلو جدا. قعدت بعد كده يعني لحد اولى كليه، حتى قدمت في مسابقه اسمها ابداع، كانت لسه داخل سنه اولى، دخلت ابتكارات علميه. المسابقه دي كانت بتتكلم عن كانت المفروض كل واحد بيقدم ابتكار علمي وبرمجه، مش عارف كنت انا الوحيد العلاج الطبيعي اللي موجود في المسابقه، يعني كان كلهم من هندسه. وكمان اتاهلت للنهائي، بس الواحد ما خس يعني، كان في ناس بتوع هندسه برضه لا يعلى عليهم. كملت بعد كده، حصلت ظروف ساعه كورونا والدنيا دي، عندي كل الاجهزه تقريبا اللي كنت بشتغل عليها ضربت، اللاب بتاعي باظ والكمبيوتر باظ، وحاجه مجال زي الجيم ديفلوبمنت او البرمجه اللي هو ليه الالعاب حاجات تقيله برضو، كان مستقى عايز حاجه تقيله برضو، يعني جهاز تقيل امكانيات عاليه شويه عشان اقدر اجرب حاجات اعلى. فركنت الجيم ديفلوبمنت شويه، وبعد كده بدات اتجه قلت اتعلم حاجه جديده، اتعلمت لغه اسمها لغه بايثون. واظن في ناس كتير تعرف عن بايثون دي عشان هي لغه مشهوره، وكواحد بتعلم لغات برمجه ممكن تكون تقيل شويه زي سي بلس بلس وسي شارب، فالموضوع كان بالنسبه لي سهل. بدات اتعلم الموضوع، اتعلمت بايثون. بعد ما دخلت بايثون اكتشفت تكنولوجيا جديده اسمها ايه؟ اسمها كمبيوتر فيجن. ايه كمبيوتر فيجن دي؟ دي عباره عن تكنولوجيا بتحول التصوير الرقمي، التصوير بتاع الكاميرا العادي، لارقام وداتا، اقدر استخدم الداتا دي زي ما انا عايز. التكنولوجيا اكتشفت ان هي بتستخدم في كذا حاجه في المجال الطبي اصلا، يعني اكتشفت ان هي بتستخدم في اشعاعات، بتستخدم في الحاجات اللي ليها دعوه بالام ار اي بالذات، ولقيت ان في ناس بتستخدمها وبره كمان في الكاميرات وما يعملوا ديتكشن لحاجه وكده. قعدت برضه اطور نفسي فيها لحد لما دخلت في ساعتها في كورس كان اسمه ادفانسد كمبيوتر فيجن، ده بيعمل ديتكشن للجوينتس بتاعت الجسم. بدات اتعلم في الموضوع، ومن هنا جت الفكره اللي بتكلم عليها المفروض اسمها اتش بي تي. انا كنا واخدين بالنا، احنا كنا اصلا بادئين ان احنا في حاجه بنديها للعيان اسمها هوم بروجرام، والهوم بروجرام ده المفروض يكون بيعمل العيان صح، فايه اللي يضمن ان العيان ده بيعمله صح؟ كانت هنا المشكله، ان هو لو عمله غلط انا مش هعرف، هو قاعد في بيته مش هيكون محدش شاطب عليه. فده ممكن يعمل له انجري بعد كده، ممكن ما يتحسنش، ليه؟ ممكن يكون اصلا بيعمل التمرين عندي في البيت غلط. فالهدف بتاعنا كان ان احنا نقلل الانجري دي ونعمل سوفت وير يعمل ديتكشن للجوينتس بتاعتك، ويعمل يقيس الرينج اوف موشن اوبجيكتيف اسسمنت، وتعمل كمان التدريبات عليه. فبدانا نطور فيه تاني،
يعني هو ده التعريف بتاعه اللي عملناه، هو artificial intelligence بيعمل detection للرينج اوف موشن، بيساعد الفيزيكال سيرفيس وبيساعد برضو ايه البيشنت، بحيث احنا حاليا شغالين ان احنا بعد ما يعمل detection للعيان ويخلص بيبعت داتا بقى زي بريف التمرين بتاعه، هو اتدرب قد ايه، عمل كام ريبيتيشن، عمل كام رينج اوف موشن صح، ويكمل وبعته عن طريق كلاود كومبيوتنج وبعته للبيشنت. ممكن تقدمي تاني؟ ده هي دي لغة بايثون، هي بتستخدم اصلا معموله من 1590، بيستخدموها ناس كتير نون بروجرامرز اصلا، عشان كده هي لغه سهله في التعامل وبتستخدم اصلا في الاي اي والماشين ليرنينج، عشان كده استخدمناها. هو اصلا مشروع اي اي اصلا، بعد ان انا بعمل كالكوليشنز ان هي بتحسب الرينج اوف موشن، لا انا بدخل داتا سيتس، يعني مجموعه فيديوهات بالالاف، وواحد مثلا بيعمل تمرين معين، فلما واحد يتدرب مره قدامها وانا معلمه قبل كده، عامل له ديب ليرنينج ماشين ليرنينج، بيحفظها جوه وفي الاستورج بتاعته، وبيعرفك ان انت عامل الموضوع ده صح ولا غلط. ده مثال على الكمبيوتر فيجن، يعني انا مثلا لو حاطط الصوره دي ومعرفه قبل كده بكذا صوره ان ده رونالدو، المفروض هيبين ان هو ده رونالدو، لان قلت له عايز اخلي الصوره ابيض واسود اخليها ابيض واسود. تمام؟ هي دي ده مثال للحاجات اللي ظهرت اسمه ده اللي هي ديتكشن للهاند، ده هاند ديتكشن، ده الفيس ديتكشن، وفي البوز استيميشن، وده ده استخدامه استيميشن ده عشان هو اللي بيقدر يقيس الفرنس الكبير. ده جزء من البرنامج، هو بيعمل ديتكشن للفيديو اصلا متسجل، يعني ممكن هي بتعمل ريل تايم وممكن يتسجل. ده انا عملنا خطوط ما بينهم، ان انا ببين قدامكم ازاي حسب الانجل بتاعت الجوينت بتاعتي. انا لما اعمل ديتكشن بكون عامل قبل كده في خطوط، الخطوط دي والنقط دي بتتحط في حاجه اسمها كوردينيت بلين. كوردينيت بلين دي بتبقى كل دايره ليها قيمه اكس وواي، وعن طريق الـ X والـ Y دول بعمل معادلات عن طريق الجيومتري، وبسمه ده بحسب الانجل بتاعتي. الانجل دي هي رينج اوف موشن. دي صوره من البرنامج حاليا، يعني انا صورت في السكن، بس هي ده شكل البرنامج، بيقيس هنا رينج اوف موشن، بيشوف الست بتاعت الارم هل هي اب ولا داون، وبيعمل كام كاونت انا عملتها، وانا عايز الست الاكسرسايز بعد كده. هو الموضوع ممكن يكون بسيط، ممكن تلاقوا شوفوا بالاول، بس يعني تعبنا فيه، يعني داخلين حتى الان في 7 شهور شغالين فيه، الموضوع بيتطور اكتر، شاركنا حتى الان في بالبرنامج ده في كذا كومبيتيشن، شاركنا في مسابقه ابداع السنه دي، شاركنا في مسابقه اسمها تكني في فرع حفظه المنيا، تاهلنا رحنا تكني سمك في القاهره، وكمان يعني ان شاء الله في مسابقه جايه في الطريق، فيعني ادعوا لنا. هدفي من كل ده ان الواحد طالما انت حاجه، يعني كان في لو حد يعرف ستانلي اللي هو عامل مالف معظم شخصيات مارفل بتاع ايرون مان وسبايدر مان والناس دي، كان يقول لو في فكره في دماغك ومقتنع بيها وحاسس ان هي صح، ما تسيبهاش غير لما تكون حاسس ان انت رضيت وخلصتها. انا ناس كده قلت لي ايش دخل البرمجه في العلاج الطبيعي؟ انت ايه اللي جابك علاج طبيعي اصلا؟ هو الموضوع انا كدكتور علاج طبيعي الموضوع فادني جدا، انا ما كنتش اوصل للفكره دي لو انا عندي المعلومات اللي عندي في العلاج الطبيعي. بس كده.